واي 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 دخلنا في اصدقائي وصلنا ل 100,000 متابع. شكرا 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 كثير 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 لكم عن جد. شكرا شكرا لاي حدا ساعدني وصلت ل 100,000 متابع عن جد. وقت وصلت كنت نايم عن جد. وصلتوا لي الساعة 3 بالليل فمشان هيك ما قدرت اصبر رد فعل كثير. بعثوا لي ليش ما قدرت اتفاعل بس ما قدرت اصبر رد فعل. ان شاء الله عنا اليوم نعمل رد فعل سوا وهيك نكون مو نايم اكيد ما حنام. فيا اصدقائي خليني ابلش فيديو اليوم. يا ومرحبا اصدقائي جبت لكم فيديو جديد. كيفكم شخباركم شخباركم حركاتكم حركاتكم دخيركم اصدقائي. بالفيديو الماضي حكيت انه بدي اورجيكم اخي التوأم او عندي اخ توأم. فاللي قال لي انه ما عندك اخ توأم اللي قال لي انه عندك اللي قال لي مدري شو مدري شو. فقلت لكم انه بدي اورجيكم اخي بس اخي بالصراحة ما عم يقبل انه يطلع معي. ما بعرف ليش مو بعرف ليش لانه ما عم يقبل انه يصور انه ما بحب التصوير ما بحب الشهرة. فايه انه ما وصلت ل 100,000 لحد لحد هلا يعني ليش 4 ايام واصل فما عم يقبل يطلع. ما بعرف شو امل معه. يا محمد تعال اطلع معنا على اليوتيوب ما بيقبل تعال اطلع معنا ما بيقبل. فحاول هلا اخر مره بارك ان شاء الله بيقدر يطلع معنا. حاول معه اذا قبل قبل ما قبل فيا حنشوف. طبعا اصدقائي هلا راح اخي وما رضى يطلع معي على اليوتيوب للاسف. بعتذر منكم كثير 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 دخيل ربكم لا تزعلوا مني. بس عن جد انا قبل ما احكي قبل يعني قلت لكم طالع اخي توأم ما كنت ما سألته يعني ما اخذ رايه فانا هيك غلطت. ما كنت اتوقع انه ما يقبل انه يطلع على اليوتيوب وهيك فما بحب الشهرة يمكن او شيء. فيا بعتذر منكم دخيل ربكم طلعت حبيت اطلع بهذا الفيديو واشكركم على 100,000 متابع. وان شاء الله مع الوقت طلعوا لاخي مع الوقت بالفيديوهات بس هلا ما قبل ما بعرف ليش. فيا دخيل ربكم شكرا كثير لكم وانتظروني فيديوهات كثير حلوه على رمضان. رح نعمل ان شاء الله محتوى كثير حلو على رمضان. كل اسبوع فيديوهين او ثلاث فيديوهات. فيا ان شاء الله اذا صبركم على رمضان ورمضان كريم عليكم وكل عام وانتم بالف خير دخيل ربكم. وبس دخيل ربكم اعطوا لايك على هذا الفيديو واشتركوا بالقناه اذا كنتم مشتركين عشان يوصلكم كل فيديو جديد. واحبكم طبعا اصدقائي. ما حبيت انه اسكر الفيديو وما هيك احكي اغنيه او شيء واشكركم على 100,000 هيك. بتمنى انها تعجبكم هي اغنيه هيك ما حافظه كثير حافظه منيح يعني اسمعوها اعطوني رايكم. حيا خليني اغنيها اغنيه راب. بتعرفوا انا بغني راب على البصر مباشر مش راب لاسماعيل تمر اسماعيل تمر. حيا خليني اغنيها ان شاء الله تعجبكم. طيب اسمع بكل لغات هي الدنيا عم ادور على حروف من الماس اجمعهم فيكي لعبر عن الماضي وعن الحاضر عن اللي فيي صاير حبك بقلبي عم بكبر وانا عقلي فيكي طاير تحت سقف واحد اجتمعنا بنرسم كون على ادنى اذا الكون ما وسعنا بحس صوتك مع البسمه يلي بتزين شفافك بدوب جوا دمي على طار لما شافك صار عندي ادمان اسمع دقات قلبك اللي احلى من موسيقى يا ما حلمت اخفى حدك متغرب عن الشام والشام شفتها بعيونك حنانك الوطن بزاد حدوده هي شفونك اكرمني ربي بحبك معك كمال الدين بغار عليكي من حالك ومن حبك ضل يزيديني مالي عيني فيكي وقلبي لغيرك ما بيرتاح فيك نسيت كل همومي نسيت الماضي اللي راح انا وانتي صرنا روحين بنسكن جسد واحد قلبي ضم قلبك شد حتى صرنا بقالب واحد. يا ايه طبعا اصدقائي انا يعني للصراحه بنوب نوب نوب ماني متدرب على الغناء ولا يعني للصراحه ابدا ولا مره فتحت فيديو انه تدربت على الغناء او رحت مع احد او اي شيء عرفتوا كيف؟ فيعني هيك من حالي عم غني. فاعطوا رايكم اذا بقدر كمل بهذا الشيء يعني انه طور حالي بهذا الشيء انه روح مع احد او زبط صوتي او تصير تدرب على هذا الشيء. زيروا على الكومنت تحت كلياتكم اعطوا رايكم إذا فيني أطور من هذا الشيء. دخيل ربكم بتمنى إنه يكون عجبتكم الأغنية بتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو وآسف كتير على الشيء اللي صار بس إن شاء الله مع الأيام حنسوي لكم شيء كتير أحسن. تمام دخيل ربكم يلا سلام.